يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة المواهب الفنية بنستعرض فيها عدد من الموهوبين في هذا المجال. جميل جدا، حنستعرض ان شاء الله مع ضيوفنا اهم المواهب كثر او ما اهم تفجعني. اي من كثر الفجعات اليوم. عموما يعني الات محببة لدى الجميع هي الجيتار اللي اصبح رائج بشكل كبير في ايادي الشباب والبنات. اليوم حنسمع ابداع من احمد باعوض وايضا ابي شاهين. حياكم الله في ساعه شباب، مشرفينا. كيف اموركم؟ الحمد لله. حسنا ابي، كيف امورك؟ ان شاء الله تمام. تمام الحمد لله. حياك الله يا احمد. الله يحييك يا رب. بدايه راح ابدا معاك احمد، نبغاك تعرفنا عن العلاقه اللي بدات وربطت بينك وبين الجيتار، وليش اخترت الجيتار تحديدا؟ والله اول شيء يعني كنت احب اسمع شيء اسمه جيتار. هذا زمان كنت احب اسمع شيء اسمه جيتار. عدت فتره تقريبا بين المدة اللي تعلمت فيها وقبل المدة 3 4 سنين. بعد ما عدت الأربع سنين دي جاء يوم من الأيام شفت ناس يعزفوا جيتار، والحمد لله دخلت معاهم جو، تعرفت عليهم، اشتريت لي جيتار، بدأت أتعلم، تحت لي الفرصة، ومن هنا انطلق المشوار. ومن هنا انطلق المشوار. جميل. برضو أبي بدأت تعزف من 2015 تحديدا، وكنت تعزف على الكورنيش زي ما كنا يعني. أيوه يعني أحيانا كنت. أوكي، كلمنا عن هذه الفترة بس بداية. كان اغلب وقتي هناك انا مع اصحابي زي كذا، فاهم؟ ايوه. بس كيف كانت يعني نفس يعني جات صدفة ولا كنت مجمع لا جات الشباب؟ صدفة هي، انا اريد انا كنت اعزف اصلا من اول. ف 2015 كذا انه شفت اصحابي يعني في البحر كذا معاهم جيتاراتهم. ممتاز. برضه هم حمسوني على الشيء ده بزيادة. حلو الجمعة دائما، واللمة تحس تخلي الواحد حتى لو اوكي ممكن عنده ابداع بسيط يطلعه اكثر لما يشوف ناس حوله نفس الجو نفسه. اكيد طبعا. ف حنسمع منكم الاثنين ولا كل واحد لحاله؟ لا لا مع بعض. يلا نسمع. اوكي حنسمع مزوف اسمه مزوف فرعونية كده هي. احمد وابي، راح ابدا معك احمد، نبغى نعرف ايش اكثر انواع الالحان اللي تحب انك تعزفها على الجيتار؟ اكثر شيء الاسباني. الاسباني أكثر. وهذا شي اللي سمعناه قبل شوي نغمه فرعونيه. فرعوني. اوكي انا فرعوني. سمعت فرعون قلت هو قال فرعوني بس ما استوعبت، قلت اسالك بعد. ونفس الشيء نفس الاجواء اسبانيه عندك برضو ابي؟ اسباني وفلامينغو اكثر شيء الارتجال يعني. اولي احب ارتجل مره كثير. ايوه. طب ابغى اعرف كلكم تعزفوا كوردات وسولوهات ولا أيوة. كل واحد متخصص في شيء؟ ايش اقرب لكم؟ متخصص في الاثنين طبعا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ابي متعلم منه الاسباني. ما شاء الله طبعا. وتقريبا كوردات اكثر شيء، سولو يعني. حلو على خفيف. حلو. والدمج هذا بين الموسيقى اللي انت سويتوها ياخذ وقت عشان يعني تقدروا تعملوا يعني كومبينيشن جيد؟ اكيد طبعا ياخذ وقت، لانه الجيتار انت اصلا بامكانك تبتكر اصلا كوردات، بامكانك تبتكر معزوفات، اشياء مره كثير، فاهم؟ فياخذ وقت. حلو. طب ايش رايكم نسمع اسباني؟
في اسباني. نسمع اسباني. نسمع ليش لا؟ يلا. تروح ولا اروح؟ يلا. روح انتوا الاثنين ولا؟ روح معذوف الاسبانية بعدين تخش ال على ديك تبعي. اوكي. اوكي. عشر سنين ورا في ايام ما كنا نعزف انا واصحابي، بس حقيقي اجواء جميله العزف، يعني حتى وانتم تعزفوا مستمتعين وحس كذا تروح مكان يعطيك يا شيخ كذا طاقه، تحس انه اي طبعا في باور. ايوه اطلع اشياء جديده اصلا. ما كنت احب الجيتار ابدا، كنت احب العود، احس العود هو اللي يسلطن ويطرب اللي يسمعه، فخلتوني اعشق الجيتار، واتوقع انه الجيتار له نوع معين من العزف. فبسالك احمد، بعد الجيتار ايش حاب تتعلم من آلات موسيقية؟ والله انا حاليا اتعلم على الاورج. اه حلو. اعزف على الاورج. وتغني ولا بس تعزف؟ لا لا بس اعزف. طب وآلات ثانية؟ لأنه ما شاء الله أبي انت يعني محترف في الكوردات والسولو، ويعني بتعطي ممكن تساعد غيرك، بس ابغى اعرف ايش في ممكن شيء ثاني ممكن تتعلمه عشان يدعم كمان الجيتار. اعزف دحين اورج انا. ممتاز تمام. برضو قديش ياخذ عشان واحد يعزف؟ يعني انا مثلا نفسي اعزف، قديش ياخذ مني عشان؟ شوف لو عندك خلفيه على الموسيقيه. ما عندي خلفيه. تمام. ميح يعني. الحمد لله اعترف انه ما يعرف يسوي شيء اخيرا. يعني تقريبا يبغى لك يعني، شوف اقول لك حاجه، اذا انت حاب الشيء حتتعلمه بسرعه. اوكي حط الشيء كذا في بالك حتتعلمه على طول بسرعه. طب اذا سويت نفسي احب الشيء؟ صدقني هو حيسوي نفسه انه ما يعرف. طب لا يعني حقيقي فترة التدريب تكون او التعلم على العزف على آلة موسيقية تكون جدا بسيطة وسهلة، يعني يعطيني وقت كم شهر اقدر اعزف؟ ممكن شهر تتعلم كوردات اساسية. بس ما اعزف كوردات اساسية. لا انا بسهل لك الموضوع، بفكر لك. اوكي جزاك الله خير حقيقي. فنقول من شهر لثلاث شهور تقريبا. ايوه كوردات اساسية بعدين. طب لما نعزف حاجة نعرفها شيء اللي حمائي يبي يغني تراد، انت اعزف وهو يغني. حمائي طب في طب حمائي حياتي هو مش فيها مثلا. أيوة. ولا طبعا افتكرت هي دي. بس لا تحط طيب. صوتي مقفل انا، انا ولمي حنغني كذا لحالنا. روح. اوكي طيب. اوكي لحالكم ولا كل واحد لحاله ولا ايش؟ ولا يعني اي حاجه. طيب نخش صوت. طيب يلا. Thank you.
يعني هي قريبه من العزف الاسباني صح؟ مو هرد زي كذا بس انه شوف لما احد يغني تمام ايوه تقدر تمشي اكثر فاهم ايوه انه بس انا حسيت انه الكوردات يعني كل واحده لحالها عشان كذا ما قدرت ادخل هو كان يبي يغني بس ما ابدا والله كنت بندم بس عشان امشي مع الميوزك لانه من اكثر المعزوفات اللي الناس تحبها ما اعرف ليش حتى قلت لك حماية على طول قلت لي حياتي وش فيها كل الناس صارت افتكر حتى رئاب مره صادفته نفس الشيء عزف لي قال اول شيء نوجه له طبعا تحيه رئاب فين تبي توصلوا؟ لا نفس السؤال فين بنوصل؟ ما في هدف معين لانك انت لو قلت انك تبي توصل لهدف معين حتوصل بعدين حتقول خلاص اوكي بس يعني طب بالنسبه لك ايضا احمد هل هي فتره وتعدي ولا ممكن تكمل في هذا المشوار؟ لا اكيد راح اكمل كذا راح اكمل باذن الله. انا اعتقد ابي حيصير موزع بعد ما دخل على البيانو وممكن تدخل على كمان والله في مشروع ان شاء الله في مشروع أيوة. انك توزع ايوه ايوه ما شاء الله تبارك الله. انا عجبني الشيء اللي بتسووه انت حتى عشان تعطوا له الكورد كنت اشرت له عليه بديت بدايته دخل احمد بعد كده هذه في اشياء يعني الناس ممكن ما تركز فيها بس حلو انه الواحد يكون متفاهم مظبوط هو تاتش بسيط فاهم بس انه خلاص على طول يكون فاهم ايوه. وبالنسبه لك احمد اكيد لازم نتفاهم مع بعض حلو اكيد شرفنا وجودكم واسعدنا وجودكم معنا اليوم احمد بعوض وايضا ابي شاهين نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المجال. شكرا لكم يعطيكم العافيه. طيب احنا ما خلصنا حنكمل معاكم حنكمل في الفن لكن حندخل فاصل اخباري وسوالفي وكذا وحنعرف ايش اللي صاير في العالم ونرجع من جديد نستمتع ونسلطن. تعرف اليوم خميس سلطنه دبل راجعين اكيد.